غموض كبير يلف وقائع مشابهة لانتحار بعض الشباب الإيرانيين عقب إطلاق سراحهم من السجون الإيرانية، فما القصة؟ قبل أيام أطلق سراح المخرج السينمائي الإيراني محسن جعفري بعدما قضى 3 أسابيع في أحد سجون إيران لاتهامه بمشاركته في الاحتجاجات التي عمت غرب العاصمة طهران، لكن عائلة المخرج الإيراني أعلنت انتحاره بعد الإفراج عنه بأيام قلائل دون معرفة دوافع إقدامه على ذلك. الواقعة تكررت بحذافيرها مع شباب آخرين في منتصف ديسمبر عام 2022، حين انتحر مراهق إيراني يبلغ من العمر 19 عاماً ويدعى عباس منصوري عقب أسبوع فقط من إطلاق سراحه من سجون إيران. ومن السجون نفسها خرجت فتاتان إيرانيتان لتقوما بالفعل نفسه، وهما يلدى أغا فضلي البالغة من العمر 19 عاماً وأرشيا إمام قلي صاحبة 16 ربيعاً، بينما سياوش بهرامي لم ينتظر سوى 3 أيام فقط بعد إطلاق سراحه لينتحر ويلحق بالمصائر نفسها.